دابا بغيت نشارك معكم شويه شلاضه درت في الكورس ها هو شريتو انتما باقي طري زين البصيله مطيشه الفلفله هي شويتها حيت هذيك الجلده كتجي زوينه في الشلاضه بركة الله كوس شليده كتجي زوينه شليده وزوينه في الصيف أحسن من ديك المرقة، المرقة شوية كضر في المعدة، لكنها صغير غير هو، إلا مزوينة تنعيط غير في الربيع، ها تاع البير والسقا. سنين اللي بحال هكا واللي بعد السنين راه كيطحنوا حتى تيردوا رقيق بزاف هيا كنحيدو ليها هاد الزريعه اللي غاش هاد الزريعه جات ليا جبتها من الفلاح بها زوينة الفلفلة شويتها في البوطة تشوات وحيت هذيك الجريدة الكحلة وغسلتها مزيان وحطيت نديرو بها شليطة كتجي زوينة وبنينة
الربيع. شويه د الربيع درتو، دابا غادي ندير شويه د الملحه وشويه د الخل، واحد شويه د الزيت غير دقيقه، ما نديرش بزاف. ها هي عندي السلطه ديال هاد النهار، صيفيه وزوينه، كنتمنى تعجبكم وتكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بلي لايك واشتراك مع الاحباب والاصدقاء، وكنقدم تحيه خاصه للناس اللي كيتابعونا داخل الوطن وخارج الوطن. تبارك الله عليكم ودعمكم كيهمنا بزاف، وكنتمنى ان القناه ان شاء الله تزيد اكثر واكثر، وكنتمنى انكم تزورونا في القناه ديالنا اللي غادي يشوف الفيديو ديالنا لاول مره. كنتمنى انك تشارك معنا في القناه ودير لينا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نقدم لكم دائما الجديد. يلا خليت لكم الراحه، تهلاو ليا فراسكم، تلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. يلا تهلاو ليا فراسكم، باي باي.